طيب، في اخبار اترددت عن حريق كبير جدا في محافظه الغربيه، والحريق التهم 300 فدان كتان. المحافظه دي قائمه على زراعه الكتان، يعني كل اللي مزروع هناك حوالي 1000 فدان، فان 300 فدان تلتهم النار دي كارثه كبيره. معانا سياده المحافظ على التليفون اللي ممكن يقول لنا تفاصيل الحادث، سياده المحافظ الاستاذ احمد ضيف صقر. اهلا بيك استاذ احمد. اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك. سيادة المحافظ، يعني ايه 300 فدان مرة واحدة كده يعني تاكلهم النار؟ ايه حصل ازاي؟ اولا ده بيتم تشويه المحصول يعني في على مساحة حوالي 2.5 فدان تقريبا. يعني المساحة دي موجودة في 2.5 فدان، مش موجودة على مساحات كبيرة. ده بيجمعوا فيه المحصول وبيبدأوا يتعاملوا معاه على اساس، هي دي كانت في طبعا في منطقة زرتة، منطقة شبرا ملز، على أساس إن تم الحريق. ده كان يوم 20/4، يوم الخميس اللي فات تمت الحريق، وطبعا تم الاستعانة طبعا بكل إمكانياتنا من الحماية المدنية، وتمكنا من السيطرة على الحريق. خسائر حوالي تقرب من حوالي مبدئيا كده بحوالي نص مليون جنيه. التجار والمصانع الموجودة طبقا للقانون هي مخالفة، يعني عشان نبور الاراضي دي وعشان نعمل التجميع ده مخالف. المفروض هو فيه رخصه ياخدها طبقا لهذا العمل. طلب من المواطنين ومن المزارعين انهم هم يعملوا حمايه مدنيه لوصلات للحمايه المدنيه، طبعا ما تمش تنفيذ هذا الكلام. انا طبعا كان احد الساده النواب. إذا سيادة المحافظ، يعني حضرتك بتقول إن الحريق ما حصلش في المزروعات لكن حصل في المحصول بعد ما تم جمعه، وده معناه إنه أيوة. الحريق تمام. كبير يعني. لا يعني معلش يا سيادة المحافظ، أستوضح بس من حضرتك، هو المحصول ده محصول 300 فدان بس كان متشون في فدانين ونص. أيوة تمام كده. أنا برضو توقعت، لأن حريق في 300 فدان ده حريق رهيب، عايز طيارات يعني. طب إذا إحنا عندنا أزمة في الحماية المدنية هي اللي خلت عموما لا يعني أنا طبعا كل مشكلة ولها حل. طبعا هم حتى بالرغم إن هم مخالفين ومخالفين للإجراءات دي، أنا تم عقد اجتماع في مكتبي مش أقل من حوالي 15 واحد من المزارعين، ومنهم المزارعين اللي حصلت تلف بالنسبة لمحصولهم، وكان موجود السادة النواب أعضاء مجلس البرلمان موجود معايا، وانا استدعيت اللي هو مدير الحمايه المدنيه، وقلنا نعمل اجراءات بحيث ان احنا نعمل وصلات مواصلات مياه للاماكن اللي بيتم فيها التشويه، على اساس ان يتم التعامل بسرعه. وانا اديت تعليمات ان حاليا لغايه لما يتم هذا الكلام هيبقى في عربيتين موجودين اطفاء بالاطقم بتاعتها للتعامل مع اي حدث في هذا الشان. وبرضه انا وجهت اللواء طارق على المكان في القريه، وبرضه وبمعرفتي. طب سيادة المحافظ خليك معانا على التليفون بعد اذنك. ناخد استاذ سامي الحوت احد اهالي القريه. استاذ سامي مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ايه الاخبار بقى، الحريق او الواقعه تم حصلت ازاي؟ والله يوم 20/4 يوم الخميس اللي فات نشب الحريق في القريه، والحريق دوت اتحرق تقريبا ما يقرب من 300 فدان كتان. ال 300 فدان كتان ده هم تقريبا لست اشخاص او سبع اشخاص. الحاج رضا علي الحوت، والحاج رفعت علي الحوت، والحاج السيد عبد الحي الشهاوي، والحاج موسى سرحان، والحاج خيري زغلول، والحاج احمد حسن سلام. تقريبا الناس دهيت يعني ده هو راس مالهم. انا بطالب بالمسؤولين في المحافظه والسيد المحافظ ان يعني يعوض الناس ده هم، علشان خاطر الناس دي هتشحن. طب سيادة المحافظ بيقول يا استاذ سامي انه السبب ان انتوا ما طبقتوش اجراءات الحماية المدنية اللي تم ابلاغكم بيها من قبل الحادث. والله احنا عندنا هنا القرية كلها بتزرع كتان، وموضوع الحريق ده هو موضوع وارد زيه زي اي شركة بتحصل فيها حريق، زيه اي مصنع بيحصل فيها حريق. طب مقام شركة طنطا للكتان بيحصل فيها حريق، الحاج عيسوي صاحب مصنع كتان في ميت حبيش بيحصل عنده حريق. فالحريق ده هو اني يعني بطالب المسؤولين في محافظة الغربية السيد اللواء مدير الامن انه يتحرر عن مين اللي عمل العمل الارهابي ده. طب استاذ سامي هستأذنك ناخد تعليق سيادة المحافظ. اتفضل سيادة المحافظ. لا يا فندم الكلام ده يعني سعادتك، انا تناقشت مع اللواء طارق اللي هو مدير الإدارة الحماية المدنية في هذا الشأن، وهو وضح ان كان ادى تعليمات ل المصانع دي اللي موجوده ان هي توصل الحمايه المدنيه، والا هيتم
قرار مني بالغلب. انا طبعا انت عارف الظروف الاقتصاديه والظروف ان انا براعي الناس في الامور الحياتيه الموجوده، ودول ناس مزارعين. احنا عمليه الغل قلنا ناجل الغل دلوقتي للمخالفه، لكن احنا نعمل تواصلات حاليا، لكن انا ما اقعدش اقارن بقى في حرائق بتتم هنا وهنا وهنا هنا. طب سياده المحافظ ايه راي حضرتك في فكره التعويضات؟ انا بوصل حاليا اللي من خلال الشبكه مع شركه المياه على اساس نقدر بقدر الامكان يبقى في ميه موجوده. طب سياده المحافظ معلش، هل في امكانيه او في باب يسمح بالتعويضات؟ ما يعني انا هتواصل معاهم في الجزئيه دي ونشوف، لنشوف مع من خلال وزاره الزراعه والتضامن الاجتماعي عندنا لو كان في حاجه زي كده ممكن نعملها. نشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده محافظ اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربيه، واستاذ سامي الحوت. انا بالتاكيد يعني الواحد